هواري المدير العام تكنولوجيات معلومات. شنو هي اي هويه؟ احنا مش اول مره باش نحكيو عليها، ولكن ديما اكيد معناتها موضوع كيما هكا مش تونس كل باش تسمع بيه. دونك ريت توا العديد التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاونا برشا اسئله، معناتها الناس يسالوا شو الاستعمالات، شو باش تبدل لي، شنو هي الاي هويه، يسالوني كان عملت ما عملتش اتسيتيرا. فشنو هو دور الهويه الرقميه اليوم؟ شنو هو تبدل؟ خلينا ناخذوا اكثر تفاصيل مع السيده سناء هواري. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح الخير وسيم، صباح الخير ليك ولجميع مستمعي اكسبريس اف ام. شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. مدام سناء هواري، الاي هويه شنو هي؟ الاي هويه هي هويتك، يعني هويتك المواطن التونسي، تمكننا باش نتعرفوا عليه على الخط، يعني يستعملها عند استعماله الخدمات الالكترونيه، يستعملها باش يقوم بالامضاء الالكتروني. اليوم الحاجة الجديدة اللي جات هي تطبيقة جديدة، تطبيقة على الجوال اللي هو ينجم ينزلها من أي كان تسمح مدام هواري قبل التطبيقة، دونك شو معناها؟ معناتها أبليكاسيون تصلح للإمضاء الإلكتروني، معناتها الإمضاء الإلكتروني نجم نستعمله في برشا حاجات، هل هي هذه الأشياء الكل متاحة؟ شنو تخليني نعمل؟ شنو تخليني شنو نستعمل؟ شنو نجم نتحصل عليه عن طريق الهوية الرقمية هذه؟ توا أكوغ تيغم معناتها، حتى موين تيرم ولي زوبجيكتيف معناتها من بعد شو باش يولي. هي كما قلت لك الهويه الرقميه يعني تخليك تحصل على يعني تحصل على الاجراءات الاداريه المرقمنه على الخط، وكيفاش تصير العمليه. انت ما انك باش تستعمل الهويه نتاعك اللي هي بالمعرف الرقمي والرمز السري، هذه تدخل به اي خدمه الكترونيه ونتعرفوا عليك بالطريقه هذيك، يعني نبداو متاكدين من هويتك ونعطيوك الامكانيه باش تقوم بالامضاء الالكتروني. علاش؟ على خاطر وراء الهويه الالكترونيه ثم شهاده مسابقه الكترونيه اللي هي تسمح لك باش تقوم بالامضاء الالكتروني في اي خدمه تستعملها. واضح باهي. معناتها اليوم شو الخدمات المتاحة؟ معناتها فما المضمون، فما شنو اليوم فما بوابة المواطن هي أول يعني أول منصة يعني تنجم تدخل لها بالهوية الرقمية، واللي فيها مجموعة من الخدمات كما قلت أنت، المضمون الإلكتروني ليك ولأولادك، بيع العربة على الخط يعني اللي هي مرقمنة واللي تقوم بإبرام العقد وإمضائه إلكترونيا بين المشتري والبائع، ثم يمكنك عبر بوابة المواطن تحصل على محفظة إلكترونية تمكنك بالدفع الإلكتروني على أي منصة، تخلص بها فاتوراتك، تخلص فيها تقوم بتسجيل أبنائك، يعني كبطاقة الدفع ولا كمحفظة إلكترونية للدفع الإلكتروني، يوصلوك بدا الإشعارات حول يعني تاريخ يعني تواريخ بطاقة الرمادية نتاعك والا بيرمي دو كوندوير. دونك هذه مجموعة من الخدمات الأولية، واحنا تويكا قاعدين نخدموا مع عدة وزارات باش يمكن يعني الولوج باستعمال الهوية الرقمية على هذه المنصات، كما منصة مدرستي التابعة لوزارة التربية، ثم منصات تابعة وزارة الشؤون الاجتماعية تابعة الإكنام بريسيزيمون، دونك نخدموا على الانتيغراسيون نتاع الهوية في الإكنام، كيف مع وزارة الداخلية، مع الملكية العقارية، والقائمة تطول، يعني احنا هذوما كلهم مشاريع في طور الإنجاز باش نعموا استعمال هالهوية الرقمية في الخدمات الإدارية. واضح. اليوم بالنسبة للاستعمالات هذه، معناتها فما برشا مستمعين تفاعلوا معنا توا اون طون ريال، معناتها بخلاف كما قلت التفاعلات قبل، يقول لك ولكن معناتها الكل تصب فرد خانة، معناتها يقول لك فما برشا إدارات تاع الدولة التونسية ما يقبلوش الأرقام، ما يقبلوش سامحني الوثائق المرقمنة هذه، معناتها هما يسميوا حتى بعض الإدارات بعينها، معناتها هوني شنو فما سانكونيزاسيون، مازال هذا الكل قاعد يتنسق، قل قائل ما علاش انا نعملها باش في الاخر ما يقبلوهاش عليا، اختي انا كي باش نعمل مضمون باش نستعمله في اداره ولا في ملف ولا غيره، كان ما يقبلوش عليا شو عملنا مش مليح. اي هو صحيح، وصلونا تشكيلات نتاع المواطنين هذه، احنا قبل ما نخرج يعني وثيقه المضمون الالكتروني يعني جوريديكمون
حكمنا بالاجراءات اللازمه الكل يعني، فما قرار مشترك بين وزير العدل والداخليه ووزير تكنولوجيا الاتصال اللي يعترف بالفورما هذيك نتاع المضمون الالكتروني اللي فيه خدمه الكتروني. تم قمنا بمشور يعني نتاع رئيس الحكومه اللي يدعم استعمال الهويه الرقميه والمضمون الالكتروني وغيره من الخدمات الالكترونيه. وفي نفس الوقت قاعدين نخدموا زاد على الكونديت شونجمون خاطر سي اومان يعني، ساعات ثم المعلومه ما توصلش اسي ولا ثم عباد هكاك يرفضوا التغيير، دونك قاعدين نون كومينيك سو سا، وقاعدين حتى نسقوا مع عده وزارات باش يعتمدوا هو يتم اعتماده راهو في مجمل الادارات، لكن ثم ادارات صحيح وصلنا المعلومه اللي ثم تلقاها جهه معينه مش اداره الكل يعني مصلحه من المصالح الوزاره هذيك ما تقبلش المضمون، دونك قاعدين نسقوا معاها وحتى يعني خشين ما باش تشوفوا يعني ان شاء الله بليغ مشترك اللي دعم الكلام اللي قلت فيه يعني اللي هو باش يتم يعني تعميم استعمال قبول المضمون الالكتروني في عده ادارات. يعني المفروض ما فماش حتى اداره ترفض، معناتها فماش قانونيا هذاك معتمد وفي الاصل ما ترفضش، لكن قلت لك يعني ساعات المعلومه ما توصلش بالكدا والا ثم تخوف ولا ما فماش فهم للاجراءات، دونك وهذيك نخدموا عليها احنا يعني قاعدين نقوموا بالتواصل كوميونيكاسيون كونديت شونجمون باش نحيوا هكا الريزيستونس وشونجمون هذيك. خاصة موضوع السيناتور الالكترونيك وكل، ودايوغ يقول لك مستمع اللي هو ينشط في مجال الرقمنة وكل يقول لك هذاك علاش معناتها برشا عباد ماهمش مقبلين معناتها اليوم على استعمال السيناتور الالكترونيك، يقول لك خاطر فما ادارات وادارات مهمة معناتها ما تقبلش مش معترفة بالسيناتور الالكترونيك. احنا خدمة بيع العربة اللي صارت يعني 100% ديجيتاليزي هذيك سا كونفيرم اللي لا سيناتور الكترونيك اللي اكسبتي باغ لادمينستراسيون، مي ديما قلت لك ثم يقعدوا ديكا هكا نقولوا احنا ماهوش حاجه عامه يعني حاجه يعني ثم ديكا الحق نعترفوا بهم، ثم عباد مازالها وقت باش تفهم وقاعدين نخدموا عليها باش خاطر السيناتور الكترونيك عندها الكادر ريغلومونتيغ يعني اون برانسيب يقبلوها العباد الكل. واضح. كان تسمح نمشيو فصل قصير، خلينا نحكيو على جديد، نحكيو على الابليكاسيون شنو جديد فيها، الناس اللي تحب تقيد كومون سا سباس العمليه، ريت معناتها فما تطورات معناتها خاطر حتى بالنسبه للهويه خاطرنا من قبل معناتها، ولكن كي فسرت العباد باش يعملوها كيعملوها الطريقه مختلفه في الجانب ايجابي معناتها اسهل، وحتى كحكايه الهاتف الجوالي لفتنا الانتباه ليها في حوار سابق هنايا ما عادش مربوطه فورسيمون بيت تو نزيدوا نوضحوا هذا الكل من بعد فاصل قصير دقيقه ونص ونرجع معك سيده سنه هواري. ما تبدلناش الأيام، احنا اللي تلقانا وقت الحاجة، احنا اللي زازي واحد يزازي اتنين، احنا اللي نهز معاك وذن القفة، احنا اللي الفرحة نردوها فرحتين، احنا اللي مهما بعدنا ديما قراب، احنا عشرة الأصحاب، احنا مالي الدار، احنا اللي دز الباب وادخل، احنا اللي طولتنا عالخير لمتنا، شهية احنا اللي بنا. سيداتي سادتي مرحبا بكم على متن خطوط نوفالير، الرجاء ربط الأحزمة. يسعد طاقم الطائرة إعلامكم أنه بمناسبة إطلاق نوفالير لوجهة جديدة يمكنكم السفر إلى مدريد، برشلونة وكازابلانكا ابتداء من 399 دينار. سافر لمدريد عاصمة إسبانيا وبرشلونة مدينة الحب والحياة ولعشاق المغرب، نوفالير تؤمن لكم خط جديد لكازابلانكا. سافر لمدريد، برشلونة وكازابلانكا مع نوفالير ابتداء من 399 دينار ذهابا وإيابا. اشري تذكرتك على السيت ويب nouvelair.com لابليكاسيون موبيل او لي اجانس نوفالير. نوفالير بي ذير. هي اللي سميت منتوجاتها باسم كل مدينة في البلاد، هي اللي موشمة الدرابو على كل باكو، هزة راي تونس شرق وغرب من المغرب لدبي ومن السنغال حتى للكونغو. سوبال La marque leader de la robinetterie en Tunisie. Qualité عالمية بأيدي تونسية. لما جوائز الجودة الوطنية وحتى العربية. Consommez تونسي وراسك عالي. Sopal, la force de la qualité.
انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة بتاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. باش نختموا حوارنا مع السيدة سناء هواري، نحكيوا على الإي هوية. برشا دايوغ برشا مستمعين متفاعلين معنا بالأسف. جدرك تحية مدام سناء هواري، مرحبا بك. شكرا. شكرا لك. إذن بداية تكامل نهارين ولا توا معناتها نجمو، فما أبليكاسيون على البلاي ستور مثلا نجمو تيليشارجيو أبليكاسيون خاصة بالهوية باش يلقاو فيها الاستعمالات الكل، هذا باش يزيد يسهل معناتها الاستعمال نتاعها. بالنسبة للناس اللي باش تقيد مدام سين، شو ما المحطات المهمة معناتها الشخص لازم عنده بطاقة تعريف، قبل كان لازم عنده هاتف جوال خاص شخصي باسمه، توا ولات نجم تكون مربوطه يا بالهاتف الجوال يا بك الرقم هذاك، خاطر وقت لفتنا انتباهكم مثلا الناس تاع عنده رقم واحد تاع شركه مثلا، دونك التليفون هذاك غيالمون تبع فلوت تاع شركه دونك مش باسمه، دونك توا ولات نجم تكون الهويه نتاعو مربوطه بالهاتف الجوال الجهاز هذاك في حد ذاته معناتها هكا ولا؟ اي صحيح. كما قلت اليوم التطبيقه الجديده اللي ولات متاحه عبر جوجل بلاي ستور جابت نوعيه جديده من هويه ودمجت يعني بوبيلاسيون جديده اللي هي تونسيين بالخارج. دونك احنا اليوم شنو هي النوعيه الجديده نتاع الهويه اللي جات؟ قبل كما قلت انت كانت الهويه مرتبطه بالرقم الهاتف الشخصي، يعني كانت ثم اكزيجونس انها انك تستعمل تخلق هويه مرتبطه برقم الهاتف نتاعك الشخصي. اليوم عندك امكانيه انك يعني تخلق تعمل هويه رقميه مرتبطه بجهاز الهاتف، يعني الرمز التحقق اللي يجيك في كل عمليه ولوج ولا في كل عمليه امضاء في عوض لا يجيك على يعني بارساليه قصيره باس ام اس ولا يجيك على نوتيفيكاسيون على الجهاز الهاتف هذاك، اشعار يجيك على جهاز الهاتف. دونك هذاك اللي علاش خلينا ما عادش اون اكزيج ان نيميرو بيرسونيل، ان نيميرو تليفون بيرسونيل للهويه هذه. هذا التطبيق شنو جابت؟ وتطبيق يعني انه بهالطريقه الجديده هذه بهالهويه الرقميه المرتبطه بجهاز الهاتف مكنت التونسيين بالخارج باش كيف كيف هما يتحصلوا على هويتهم وعندهم اكسكلوزيفمون النوعيه هذه مثل الهويه المرتبطه بجهاز الهاتف. وكيف كيف احنا مع هذه زدنا إمكانية يعني القيام بموعد يعني انتروتيان فيديو باش يأكد التونسي بالخارج هويته، خاطر كما تعرفوا التونسة اللي ما عادش اسمه فيك مدام سناء هواري، ممكن ما عادش كان قطع الخط ولا باش يأكدوا هويتهم. لكن التونسيين بالخارج ما انهم ما عندناش احنا المشغلين يعني سامحني مدام سناء هواري بالله قطع الخط مده ثواني هوني تحكي على جانب بعد ما يقيد شنو لازم يعمل سي صح، خاطر مثلا هوني لازم الناس تعرف فمشكون ديجا حكي عليها، قال مثلا تو برك ان تيمونياج جاي من مستمع يقول لك انا بعد ما قيدت قالوا لي لازمك تمشي المشغل نتاعك وكل في اقرب مكتب باش تاكد تتحصل على الهويه نتاعك، قال لك من وقت وقفت ما كملتش البروسيدور، قالك هي حاجه نتاع رقمنا علاش تحبوني نمشي نتنقل وناخذ. بون انا اجتهدت لانه السؤال هذا طرحناه قبل وحتى باللوجيك، لانه وفات الهويه مش لعبه، اسمع على جسمها هويه، هويه فقط رقميه يعني عباره بين ظفرين واحد طلع بطاقه تعريف. دايوغ اول ما تقيد تجيك الامور نتاعك الكل دانكو، خاطر تتعرف عليك برقمك وكل. دونك ينجم شخص اطلع على بطاقه تعريف تاع شخص رقمه يعمل هويه باسمه يخدم بها. يظهر لي تفاديا الهدايا زدتوا اكل تنقل شخصيا باش تهز انت بطاقتك وتعرف بنفسك شخصيا معناتها ما فماش هذا هو انا نذكر الاجابه كانت هذيه، فماش ما خممناش توا في طريقه اخرى باش نتاكدوا منك شخص من غير ما يتنقل وتقعد ديما العمليه اونلاين معناتها؟ احنا الحق هذا الحل عملناه للتونس المتواجدين بالخارج، يعني هذا المواطنين الجاليه التونسيه اعطيناهم امكانيه باش يعملوا ديما احنا ديما ناكدوا على لازم على عمليه التعرف اللي تصير مره بركه راهو
أول مرة أنت تعمليها هويتك وقتها يتم يعني تأكيد هويتك بتنقلك عند المشغل، خاطر المشغل هذاك الدور بتاعه باش يشوف بطاقة تعريف، باش يشوف شخصك أنت قدامه ويتأكد من اللي أنت هذاك هويتك. كما قلت يعني اليوم الهوية هذه تمكنك باش تقوم بعملية بيع نتاع ممتلكات يعني بإمضاء إلكتروني، باش تحصل على وثائق يعني فيها معطيات شخصية، دونك يعني ماهيش يلزمنا متاكدين من هويه الشخص اللي قام بالعمليه. دونك هيك علاش ثم هذيك المرحله التاكيد الهويه اللي اليوم للتوانسه الموجودين يعني بتونس يقوم بها مشغل الاتصالات يعني اون بريزونسييل، يعني يتنقل يزم المواطن للمشغل. للتوانسه بالخارج عملنا لهم فيديو كونفيرونس، دونك بالفيديو زي كيف كي ثم شخص يتاكد من هويتها، اما هما بالفيديو يعني خاطر هذوك ما نجموش نقولوا لهم يتنقلوا عند مشغل الاتصالات بتونس، يعني هيك علاش لقينا لهم الحل. واحنا تويك هذه مرحله اولى حلينا هالفيديو كونفيرونس هذايا للتوانسه بالخارج، وممكن راهو حتى شيء لا يمنع انه يتم يعني جينيراليزاسيون تاع الميثود هذايا حتى للتوانسه المتواجدين بتونس، لكن في الفتره هذه الحق تغيير بشوي بشوي، قلنا خلينا نبداو بالجاليه التونسيه اللي موجوده بالخارج وبعدكش ممكن يعني نعموها للتوانسه الكل. واضح منها تكون فاز دو تيست بوغ لانستون، دونك لازم باش يكمل الاجراءات تاعو يمشي اقرب محل نتاع مشغل الانترنت نتاعو، مش مثلا يمشي للسياج ولا يمشي لاي لا في اي بيرو نتاع اوبيراتور موجوده الخدمه هذه. الاوبيراتور نتاعو ولا اي اوبيراتور؟ الاوبيراتور اللي تابعو اللي تابعو يعني اللي هو سجل الرقم اللي مثلا هو رقم صحيح اللي هو مثلا يعمل هويه مرتبطه بجهاز الهاتف ما نفرضوش عليه رقم شخصي، لكن في نفس لكن باش يقدم رقم هو رقم الهاتف هذاك يشوف كان رقم هاتف تابع اتصالات تونس يمشي لاتصالات تونس، كان رقم هاتف تابع اوريدو كيف كيف، كان اورانج كيف كيف، دونك الرقم اللي عمل به هو الهويه هذاك يمشي للمشغل التابع عليه. واضح. بالنسبه لل نختموا اذا الابليكاسيون الجديده دونك اللي متوفره على البلاي ستور، يسالوك اسكو باش تكون متوفره ال سور دي معناتها الاوبريتنج سيستم اخرين معناتها كيما فوالا كيما الاي او اس. احنا جوست خاطر تويكا جوجل بلاي هو الاول واحد قبل الابليكاسيون، مي قاعدين نخدموا على الاب ستور وعلى الاب جاليري وعلى المتجر الكل يعني البلاي ستور الكل. واضح. الجديد دونك انه ما عادش فورسيمون مربوطه بالرقم نتاعك معناتها هاتف الجوال نتاعك، دونك تنجم تكون مربوطه بالجهاز اللي تستعمله. سينو اون فوا كو ينطلق في استعمال لابليكاسيون، لابليكاسيون تجيب حاجه جديده هي في استعمالها؟ هي الابليكاسيون البالوي فاسيليتي يعني ليكسبيريونس يوتيليزاتور، اليوم باش تجربه المواطن مع الهويه تسهلها له كيفاش؟ انك انت بالابليكاسيون تعمل الدمون، هذه حاجه الاولى، وباش الحاجه الثانيه تمكنك بعمليه لوثنتيفيكاسيون في كل عمليه ولوج، في عوض لا تقعد تدخل في المعرف الرقمي كل مره وتنجم تنساه، هي تلقاها موجوده في التطبيق هذه، يعني هذيك اللي يسهل لك عمليه الولوج، يعني تبسط عليك تخش تدخل في كل 10 ارقام هذوكم، ويمكنك زاده باش تشوف هويتك تتاكد من معطياتك، دونك هذه اليوم التطبيق شنو تسمح لك. يعني باش نستعملوها في كل عملية ولوج للخدمات، فهمت؟ واضح. يعطيك الصحة، نشكروك على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو، فماش حاجة تحب تقولها للمواطنين اللي يسمعوا فيك في الأخر اليوم الصباح؟ دونك كما قلت السابق الهوية الرقمية هي حق كل مواطن تونسي، ندعيو المواطنين التوانسة باش يتحصلوا على هويتهم، راهي ساهلة على الأخر وباش تمكنهم غدوة باش يتمتعوا بعدة خدمات إدارية مرقمنة وتسهل لهم حياتهم إن شاء الله. عدد المنخرطين وعندكمش دي زوبجيكتيف معناتها بالنسبه للاشهر القادمه مثلا؟ احنا تويكا عندنا قرابه 60,000 مواطن تونسي يعني تحصل على هويته، قاعدين نخدموا مع عده وزارات وعده مصالح اداريه باش ندمجوا الهويه الرقميه هذه في خدماتهم الاداريه، يعني اليوم باش تولي الخدم يعني الهويه الرقميه تمكنك من الولوج لعده خدمات اداريه وتمكنك من القيام بالامضاء الالكتروني في عده يعني مجالات،
يعني وهذا باش يخلينا ان شاء الله يعني نشملوا جميع فئات المواطنين التوانسه الكل، يعني شباب وكبار باش يبداو عندهم الهويه الرقميه. خاطر اليوم مثلا لي سيرفيس كنا تاكيت اويكا اللي باش يكونوا على قريب متواجدين، باش يخصوا التلامذه، باش يخصوا الاولياء، باش يخصوا المنخرطين بالصناديق الاجتماعيه، باش يخصوا يعني عده مصالح إدارية أخرى، أو على قريب إن شاء الله يبدأوا متاحين على الخط. شكرا لك، يعطيك الصحة لتفاعلك معنا اليوم الصباح. السيدة سناء هواري، نذكر مستمعينا حكينا معاك على اي هوية، دوك برشا عباد سألوا عليها فات تزامنا مع اطلاق التطبيق الخاصة بالاندرويد، دونك على البلاي ستور تنجمو تيليشارجيو وجديد. سؤال تفاعلنا معه برشا مرات قبل وفما تطور فيه، اللي هو موضوع انه تكون لازم البيس متاعك باسمك، دونك هذيك مازلت فما لوبسيون، ولكن اوبسيون جديده غراس على الابليكاسيون تنجم تكون مربوطه بالهاتف هذاك نتاعك، الجهاز في حد ذاته. وكانت معنا كما قلت سيده سناء هواري، مديره عامه تكنولوجيا المعلومات بوزاره تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وقعدوا معنا باش نمشيو فاصل قصير ثم راجعين في